مشاهدي قناة المرابطون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى حلقة جديدة من برنامجكم المشهد. بالأمس واليوم كان هذا التوقيت، كان هذان اليومان هما اليومان التأسيسيان لما يعرف الآن بالتجمع مديري مدارس التعليم العمومي، يعني هو خاص بالمديرين ولهم طبعا مجموعة من الطلبات أعربوا عنها، لكن الأولوية هي للدفاع عن حقوق مديري تعليم مدارس التعليم العمومي بحسب القائمين على هذا التجمع. سنبحث هذا الموضوع وواقع التعليم إلى حد ما مع ضيفنا سالم اللسيساح الأمين العام لهذا التجمع. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. يعني أصبحنا الآن نقبل بوجود كيان اسمه التجمع مديري مدارس التعليم العمومي. لماذا تجمع لمديري المدارس؟ طبعا واضح انه تجمع نقابي. نعم. شكرا. الى نقابات التعليم في النهايه. شكرا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. الصلاه والسلام. في البدايه اود ان اتوجه بخالص التشكرات نيابه عن تجمع مديري مدارس التعليم العمومي بموريتانيا إلى قناة المرابطون، ومن خلالها إلى مشاهديها الكرام. في البداية نختار ردا على السؤال، نختار نقول أعلن أن كل تأسيس وكل ميلاد وكل مولود لابد أن يكون هنالك إرهاصات أدت إلى هذا المولد الجديد. ومولودنا و تجمعنا هذا الذي نصب من خلاله الى تحقيق امالنا والدفاع عن حقوقنا ولد، لم يولد صدفه ولا اعتباطا، وانما كان نتيجه لمجموعه من الاكراهات التي تعرضها. طيب، ما هي اهم هذه الاكراهات التي دفعت؟ جيد، من اهم هذه الاكراهات هو ان المدير هو طبعا شخص مهني يزاول مهنه شريفه، لانه بالاصل هو معلم، والمعلم يختص بمهنة شريفة لأنها هي المهنة التي زاولها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كان معلم البشرية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو معلم البشرية. ومن هذا فالمعلم والمدير صفة شبه أشد تركيز بالنسبة للحراك الذي نحن به، لديه مهنة ورسالة نبيلة، وكان من الضروري ومن اللازم أن يقوم مجموعة من الناس على السعي من أجل تحقيق مجموعة من المطالب يصبو إليها هذا الشخص الذي نعتبره شيئا ما قد ظلم. فالمدير هو الحارس، هو البواب طبعا، وهو المعلم في القسم، وهو أبو التدمير، وهو المدير، وهو الحاكم، وهو كل شيء بالنسبة للعملية التربوية داخل المؤسسة التربوية. وهذه المؤسسة التربوية هذه اللي هي اللي قالها المدرسة قد ظلم فيها، ونتيجة لمجموعة من السياسات تم اعتماد المدرسة الابتدائية، لم تعتمد كمؤسسة تربوية وإنما اعتمدت كهيكل تربوي، والهيكل التربوي له خصوصيته وليست له نفس الميزة ونفس الحقوق التي يتميز بها نظيراته من التعليم العالي والثانوي إلى غير ذلك من المؤسسات. وكل مؤسسة لها خصوصيتها ولها حقوق القائم عليها، فهو يعتبر رئيس مصلحة، بينما المدير يعتبر رئيس أو مدير أو مسؤول عن هيكل تربوي، وليست له نفس الحقوق التي يتميز بها أهل المؤسسات ومدير المؤسسات. أيضا هناك مسألة أخرى هي أن المدير يزاول التدريس، وفي الآونة الأخيرة من سياسات الوزارة أنها اعتمدت على خاصة بما يسمى بالطبشور، لأن الطبشور مادة سامة ولا بد لها من علاوة خاصة، وخصصت لها علاوة، والمدير يدرس
ومع ذلك قد حرم من هذه العلاوة، وقد دفعت وصرفت هذه العلاوة للمعلم الذي يدرس معه وهو المدير ويدرس في نفس الوقت، وقد يكون مديرا في مدرسة هو وحده ولا بد له من التدريس، ومع ذلك يحرم من العلاوة التي صرفت لقبشوري. طيب أيضا لكن دعنا نتوقف هنا، يعني لا هذا من أبرز مطالب يعني شاهدنا، يعني العلاوة، منح علاوة الطبشور، وطبعا البعد، تصنيف المدرسة، علاوة البعد تساويها مع هذا وتصنيف المدرسة، هذه أبرز مطالب. في النهاية المدير هو معلم، المعلم هو محور العملية التربوية، سواء قبلنا بذلك أو لم نقبل به، المعلم في النهاية أنت كمدير مسألة تتعلق بالمسؤولية، يعني مسؤوليات أوسع، لكن المعلم يبقى هو المحور الأساس، وهو الطبشور علاوة خطر للمعلم. المدير أيضا له علاوة ثابتة على طول السنة، علاوة الطبشور هي علاوة للمعلم وتأتي 9 أشهر فقط، يعني 3 فصول، بينما المدير أعطيت له علاوة وضوعفت هذه العلاوة في آخر السنة الدراسية الماضية حتى صارت أفضل ودائمة مدار السنة. إذا لماذا أنتم مديرين تحاولون أن إضافة إلى العلاوة التي تعطى لكم على الإدارة والتي الحمد لله ضوعفت تريدون أيضا علاوة الطبشور، بدلا من أن يكون الطلب هو طلب للمعلمين؟ لماذا تخرجون أنفسكم عن نطاق التعليم؟ لماذا مديرين أيضا يكونون كيان؟ هذا ليس إلا شرذمة من وجهة نظر الكثيرين، شرذمة لحقوق، هذا هو ما يضيع حقوق المعلمين كما يقول الكثيرون. نقابات المعلمين كثيرة، الآن المديرين أيضا المعلمين في الأصل أيضا يريدون أن يكونوا كيان مستقل، في النهاية أنتم تقطعون وتفرقون صفوفكم ليس إلا. جيد، شكرا. وارد الكلام، وارد، وقد يقول به الكثير من يقول الناس، به الكثير من الناس. أكيد لك أن يقول به الكثير من الناس، يقول به الكثير من الناس، إلا أننا نحن منذ 3 سنوات بدأنا وباشرنا في هذا الحراك الذي المطالب بهذه المطالب التي ذكرتم، وهي تساوي في علاوة البعد بين المعلم كمطلب عام للمعلم سواء كان مديرا او، هذه مطلب عام، ونحن هو طلبات المعلم تشمل المدير تلقائيا، لكن طلبات المدير لا تشمل المعلم. هذا الطلب شملنا فيه المعلم بصفة عامة، وطلبنا بتسوية البعد بين المدير والأستاذ، فمثلا تجد أستاذ يتقاضى للبعد 15,000 وفي نفس المكان معه معلم ويتقاضى 9,000 و5,000 حتى و5,000 حتى و3,000 حتى، يلاحظ أن فيه جور كبير وفيه فالبعد، والمنطقة منطقة واحدة والبعد بعد. لا هذه يعني هو هذا الطلب ليس مشكلة، هذا الطلب هذا الطلب محسوم، لأن في النهاية المعلم في كل الأحوال المعلم أولى بالبعد. نعم نعم، ويجب أن يكون بعده ليس تساوي مع الثانوي، يجب أن يكون أكبر. نحن نتفق في هذا، لأن المعلم أشمل وهو الموجود في كل نقطة في هذا البلد، وهو الموظف العمومي الوحيد الذي يوجد على عموم التراب الوطني ويمثل موريتانيا في مناطق لا يصلها حتى العسكر. صحيح صحيح، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. يعني مسألة البعد هنا في أن قضية المدير المدارس وجد صرفت له علاوة، قد كانت تصرف له علاوة 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 خاصة بالإدارة، هذه تسمى علاوة وظيفة، هذه تسمى هنالك فرق بين علاوة مزاولة شيء ما عمل خاص، وهنالك علاوة ما يسمى، لكن بسبب إلحاح المديرين على طلب علاوة الطبشور كانت العلاوة مثلا المدرسة مكتونة 25,000 وهي الآن صارت 45,000 45,000 هذه العلاوة، هذه زيادة في علاوة 20,000 التي يزيد بها المدير المدرسة المكتملة، تم اعتمادها وصرفها في آخر السنة الماضية، وذلك لأنها عممت على جميع المدراء جميع المديرين، من مدير في الوزارة، في أي وزارة كانت، سواء وزارة المالية أو وزارة الصيد أو أي مدير تصرف له علاوة، وتمت اعتماد سياسة وتنقيط لهذه العلاوة، فكل مدير أين كان يتبع للتصنيف الذي هو منه، فإن كان رئيس قسم صرفت له علاوة رئيس القسم، وإن كان رئيس مصلحة صرفت له، ونحن المهم أنه حصل على أكمل ونحن صرفت لنا هذه العلاوة، لكن العلاوة التي صرفت لنا هي بنوعين،
العلاوة الأولى التي كانت 25 كما ذكرتم هي علاوة الوظيفة، والعلاوة الثانية هي علاوة ما يسمى بالتأطير أو التحفيز، هي خصصت للتأطير، ولأننا نعتبر المدير يعتبر كمؤطر، وهو الذي يؤطر الطاقم التربوي الذي ويفترض أنه أقدمهم مزاولة للمهنة وبالتالي فهو يؤطرهم، فهو مؤطرهم، والعلاوة خاصة بالتأطير، كل من يؤطره تدفع له أيا كان سواء كان. طيب هذا مفهوم هذا مفهوم. طيب والعلاوة الأخرى علاوة للوظيفة، لأنه هو الذي يتولى المراسلات وهو الذي يستقبل الهبة. لا هو يجب أن يعمل يعني. هو لم يعد في القسم يجب أن يعمل، هو يعمل. طب ويأخذ راتب أصلا في هذا السلام. نحن نتكلم ونريد ونطالب بعلاوة الطبشور، بصرف علاوة الطبشور للمدير الذي يدرس. ليس كل مدير المدير يخير. كان يختار إن اختار أن يدرس فتصرف له علاوة الطبشور مثل الذين يستخدمون الطبشور، وإن اختار التفريغ فله ذلك وتمنع يمنع من هذه العلاوة. طيب. لهذا طالبنا. بالنسبة لنا لحراكنا الشطر الثاني من السؤال، حراكنا أنه أن الحراك حراك يريد شرذمة التعليم والتفريق فيه، نحن لسنا نريد يعني هو منطقيا معنا. هذا هو الحاصل يعني المعلم هو المعلم سواء كان مسؤولا بطبيعته هو معلم أيا كان مهما كانت. إذن الطلبات يجب أن تكون معلم وسيكون معلم وربما يعود إلى تدريس. طيب لماذا لا لماذا أيضاً والمعلم أيضا هو ثاني ربما يكون مديرا. فأنت أنا طبعا الطاقم الذي زاوي العمل معي غدا أو بعد غد سيكون أحد مدير، فنحن نهيئ لهم جميعا لكل من يتولى هذا المنصب أو يسير هذا وتقع عليها المسؤولية. هذه ليست مشكلة يعني، ليست مشكلة، فنهيئ له الأمر لكن حتى يجد. وفي نفس الوقت نحن نتعامل مع أنا في النظام الداخلي لنا أننا نتفق مع جميع النقابات، وكل المديرين الذين نحن معهم أغلبهم ينتمي إلى نقاباتي، فنحن تركنا النقابات ونحن أعضاء فيها وبعضنا أعضاء في هذه النقابات، تركنا لهم الحرية في أن ينتمون للنقابات ويناضلون من أجل تحقيق تلك الأمور التي هو في النهاية لنا. في النهاية المعلم إذا تحققت مطالب المعلم سينعكس ذلك على الجميع. صحيح. يعني وفي النهاية الراتب القاعدي هو راتب معلم. نعم. هذا هو الراتب الأساسي. نعم. وهذا هو الذي تنشد النقابات زيادته. وإذا زيد الكل سيستفيد، حتى لو كان مديرا جهويا، حتى لو كان وزيرا. ولو كان وزيرا. إذن يجب أن لماذا لا تبدل من كل شيء اليوم المديرين نقابة، وغدا سيكون هناك نقابات أخرى لمديرين فقط. وتشين سبق أن قاموا بنقابات وتعددت، المعلمون بدأوا بنقابة ثم تعددت نقاباتهم، المديرين الآن بدأتهم، غدا سيأتي تجمع آخر للمديرين وتتعددون وهكذا. الشرطة ما تحصل تلقائيا، ومع ذلك كأنكم لا تهتمون. لماذا المعلم لا يكون له نقابة واحدة أو تكتل على الأقل واحد وتكونون صفا واحدا، ومطلبكم هو تحسين وضعية المعلم؟ إذا تحسن وضع المعلم تحسن وضع الجميع تلقائيا. جيد. ما الذي يمنعكم من هذا؟ لا 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 لا. أما أنكم تهربون من بشركم بتحقيق هذا المطلب إلى أن تتقسموا إلى أجزاء. لا أنا تهرب. فكل شعب منكم يريد شيئا لنفسه وتفرقتم هكذا. المستفيد هو من كان مستفيدا أصلا. سؤال واضح. نحن لا نتهرب من أي شيء، ونعرف أننا بطبيعتنا معلمون، وكل الأحوال ستعيدنا إلى أصلنا وهو معلمي. ولم نكن نحن بدعا في هذا، فنحن إنما حذونا حذو من كان قبلنا، فالمفتشون أسسوا نقابة لهم، والمعلمون أسسوا نقابات، ونحن الآن حاولنا أن يكون كل شيء بالاتفاق عندنا، فاتصلنا نحن منذ 3 سنوات أن نحن نعمل في هذا الحراك، فكان بإمكاننا في السنة الأولى أن ننشئ تجمعا ونقابة تجمع للمديرين وتكون، لأننا تريثنا وحاولنا خلال هذه السنوات 3 العمل داخل الفضاء الافتراضي في العالم الأزرق في الواتساب وفي الفيسبوك وفي شبكات التواصل الاجتماعي، حاولنا أن نجمع جميع المديرين قدر المستطاع، ولذلك أسسنا منسقيات لكل ولاية منسقية خاصة بها، فكل ولاية عندنا فيها منسقية، حاولنا أن يكون جميع مديري التعليم الأساسي العمومي في هذا التجمع. طيب. وحاول لذلك نحد من ذلك الخلافات. طيب سيدي، إذن سالم ولا سيساح الأمين العام لتجمع مديري مدارس التعليم العمومي، المعلمون المديرون، سأخذ فاصل وأعود إليكم.
مشاهدي قناة مرابطون أينما كنتم، المشهد تواصل والحديث في هذا ذو شجون أكيد. نلتقي بعد الفاصل. قناة المرابطون تعيش معكم يومياتكم وتقف إلى جانبكم، توصل الصوت وتوضح الصورة. تابعوا معكم الجديد عبر نشرات إخبارية مفصلة وموجزة باللغة العربية والفرنسية. كولار وولف سوني، نطوف معكم الوطن بل والعالم بتقارير تعكس الواقع من الداخل ومن العاصمة نواكشوط، تحكي آلام وآمال المواطن. نقدم لكم برامج متنوعة تناقش مختلف الاهتمامات، سياسية وتشريعية وثقافية ورياضية وقضايا الرأي العام. نتوخى السبق ونحافظ على المصداقية ونجسد الموضوعية. المرابطون، الوطن بكل أبعاده. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا مجددا والعود أحمد إن شاء الله. سالم السيساح مدير مدرسة، وأيضا هو الأمين العام لتجمع مديري مدارس التعليم العمومي الوليد منذ أمس واليوم، لكن منذ 3 سنوات كانوا يعملون على أن ينشئوا هذا التجمع. إذن سيدي يعطيك العافية، لا يوجد ما يمنع تحقيق المطالب التي تقدمتم بها، إنما المسألة تتعلق بتعسف الإدارة على حد قولكم. كيف نفهم هذا الكلام؟ بالنسبة لنا لا نحمل ما لا يتحمل المسؤولية. نعرف أن هنالك بعض الظروف وبعض السياسات التي أدت إلى أن لا نجد بعض الحقوق. ففي فترة من الزمن كانت هنالك مراجعات عامة لما يسمى ب البرامج التعليم والسياسات التعليمية، وفي مرحلة من هذه المراحل كان ما يسمى بالتعليم الأساسي قد يكون في تلك المرحلة كان هو الضحية، وخاصة ما يسمى بالمدرسة الابتدائية، فقد ظلمت بأن لم تؤسس على أنها مؤسسة طابع تربوي. اعتبرت حسب هذه السياسات هيكلا تربويا وليست مؤسسة. هذا الهيكل خصوصيته وحقوقه هي التي نريد نحن أن نتحرر منها، وهي القيود التي تعوق دون تحقيق ما نصب نحن. هذه نظرة، لكن سؤالي هو نحن نصبوه. ماذا تعنون بتعسف الإدارة؟ هذا هو سؤالي. الإدارة لا أريد أن أحمل الإدارة تعسف. أنتم قلتم أن المسألة ممكن تتحقق وأن المشكلة هو تعسف الإدارة، هذا كلامكم. شفت، لكل بالنسبة لي شخصيا كأمين عام لهذا التجمع لا أريد أن أستخدم كلمة تعسف للإدارة. لا أريد أن أستخدم تكلمة. فكل الإنسان إذا كان هو بطبيعته يتكلم ويمكن أن يتكلم حيث أراد وكيف شاء. أما بالنسبة لي كأمين عام لتجمع مديري المدارس التعليم العمومي في موريتانيا، فلا أريد أن أقول كلمة تعسف. لا ترى أن الإدارة تتعسف؟ لا أريد، وإن كانت فلا أريد أن أستخدم. وإن كانت ماذا؟ وإن كانت متعسفة، استخدمت التعسف أو ظلمتنا، فلا أريد أن أقول تنعتها بما فعلت. فأريد، ما المانع في أن تنعتها إن كانت فعلت هذا؟ يعني إذا فعل قام شخص بفعل يجب أن ننعته بها. العبارة إذا ضربتني سأقول أنت ضارب لي، يعني ما العبارة تحسن وتخشن، وبإمكاني أن أستخدمها وأنا وصل فكرتي دون أن أشرح غيري أو أن ليس جرحاً. إذا أخطأ الشخص يجب أن نجامله علي حال أنت مربي وسيد من يعرف، يفترض أنك تعرف أن الذي يرتكب غلط يجب أن يعاقب وينادى أمام التلاميذ إلى آخره. الآن تعود عن هذا، يعني لست كغيرك يا أخي. قد نكون نختلف مع البعض لأننا مربون، لأننا مربون، والمربي من طبيعة من شيمة المربي أن يهذب. فنحن نربي الأطفال
تعالى ونربيهم على عبارات تليق، لكنكم تعاقبونهم إذا أخطأوا. ليس من المعقول أن نقع نحن في الأخطاء ونستخدم أساليب وألفاظ قد لا تكون مناسبة. طيب ولكن سأقول لك إن طيب ما أفهمه من كلامك أن الوزارة هي التي الوزارة هي التي لم تحقق لنا هذه، ولكن يمكن أن أقولها بأسلوب غير أن أقول تعصب لإدارة. ليست هذه مشكلة، مشكلتي ليست في الأسلوب، يعني هو الذي يرتكب خطأ يجب أن يقال له ارتكبت خطأ، والذي يرتكب يقوم بعمل جيد يجب أن يقول له صحيح. عمل جيد هذا ما يفعله على الأقل معلمون في الفصول الذين يحصلون على طبشور زهيدة مقابل هذا. طيب الفصل بين التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب والتعليم الثانوي والمهني إلى آخره، هذا الفصل كيف ترونه أنتم مدير المدارس المعلمون بطبيعة الحال؟ دعني أقول لك سرا أننا نحن إننا نحن المدير وحراكنا هذا، والمعلم معنا أيا كان المعلم سواء كان مدير كان مطلبا أساسيا عندنا نحن ومفتشي التعليم الأساسي، كان مطلبا أساسيا عندنا فصل التعليم الثانوي والإعدادي عن التعليم الأساسي، فهذا كان مطلبا لنا ويشكر وتشكر، كان مطلبا عند شعبيا وزيد على ذلك أنه مطلب لنا نحن معاشر المعلمين، فكنا نطالب به لأننا نعتبر أن هنالك أشخاص وهنالك أمور وإدارات قد تكون من الأحسن ومن اللازم أن يتولاها أشخاص من التعليم الأساسي سواء كان معلمين أو مفتشين، فهنالك إدارات تهتم بالشأن التعليم الأساسي ومع ذلك يتولى أطر في التعليم العالي أو الثانوي إدارتها، ونحن كنا نريد وكان مطلبا لنا أن نكون نحن من يتولى شؤوننا لأننا أهل مكة أدرى بشعب هذا ما كان أصلا، يعني هو في النهاية المعلمون كانوا أصلا هم من يتولى كل المسائل حتى القضاء والرئاسة. طيب لكن البعض يقول أن هذا صحيح وأن هذا ما يجب أن يكون، لكن البعض يقول المشكلة الآن ليس في هذا، نحن نتفق في هذا، لكن المعلم اليوم ليس المعلم بالأمس، يعني هو نفسه ليس في المستوى الذي كان فيه معلم الأمس الذي كان يقود البلد بأكمل. إذا قلنا هذا وسلمنا به فسنقول أيضا إن الأستاذ أو الوزير ليس هو الوزير بالأمس، وأن الرئيس ليس هو الرئيس بالأمس، حتى المواطن العادي ليس هو المواطن العادي بالأمس، فمثلا أقول لك كل من إنتاج المعلم لا المواطن العادي ليس من إنتاجنا ليس من بل من إنتاج صفوة المثقفين. لا هو ليس هناك مثقف لا يمر بالتعليم الأساسي، يعني النهاية كل إنتاجكم أنتم، يعني نعم إنتاجنا، كل يعرف أنه إذا صرف التعليم الأساسي صحيح فإن حتى التعليم الثانوي لا حاجة له. نعم صحيح، إذا خرجت من سنة سادسة تلاميذ سنة سادسة ابتدائية لكن بشكل جيد معطرين حتى أنهم قد لا يحتاجون التعليم الثانوي، صحيح قد يذهبون ويعملون ثم يعودون لاحقا للجامعة مباشرة، صحيح، لكن هذا ليس هو ما يحصل. هذا ليس المعلم هو المسؤول عنه، هذا المسؤول عنه المعلم، دعني أقول لك إن المعلمة أولا من مسؤول عن هذا المسؤول عنه مجموعة من الأطراف، عدد من الأطراف من بين هؤلاء الدولة وهي التي بمعنى الحكومة، الحكومة هي التي بسياساتها وبرامجها قد يكون هنالك سبب مباشر لذلك أو غير مباشر، هنالك الآباء، فالتلميذ لا يقضي في المدرسة سوى 6 ساعات من أصل كم؟ من أصل 24 ساعة، 6 ساعات تتخللها راحات وينضاف إليها تأخره هو وينضاف إليها مجموعة من المطبات التي قد تقف من هذه المطبات قد يتحمل المعلم الجزء منها
قد يكون نتيجة لإهمال بعض المعلمين، ولا أزكي أحدا على الله، وقد يكون هذه الأمور نتيجة لظروف التي توفير الظروف التي يجب أن يدرس فيها. فمثلا على مستوى مدينة نواكشوط هنا قد يكون عائق النقل معيق في يؤدي الى تاخر التلاميذ في البوادي. طيب. في البوادي بعض التلاميذ ياتي يزاولون الدراسه من اماكن تزيد الى 5 كيلومترات، ومع ذلك عندما كان هنالك ما يسمى باليوم المستمر، وكانت فيه مصلحه لهم، وكانوا طيب. عندما سيدي لا يمكن ان تكون تاخر المعلم عن المدرسه بسبب النقل الى اخره سببا في فشل التعليم. لا هذا غير مستحيل. المسألة تتعلق هذا خطأ يعتبر ليس صحيحا، يعني لا يمكن أن يكون هذا هو السبب، يعني السبب في فشل التعليم لا يمكن أن تعيزه إلى تأخر في وسيلة نقل الأخير. لا يجب أن نفهم أكثر. يعني وغيرك يتحدث عن مناهج، كنت يتحدث عن مقاربات بين الحكومة ومناهجها وسياساتها، حتى سياسات الحكومة التي هنالك. نحن كنا منذ فترة كنا فيما يسمى بمقاربة الأهداف. لا لن ندخل في صلب هذا. لا يسمح بهذا. هي قراءة في الحدث. نمر سريعا. لكن نريد فقط. وصلنا إلى ما يسمى بمقاربة الكفايات التي هي المناهج التي تدرس في المدارس. وليست سيئة. وهذه مقاربة. يعني. لا أقول لك إنها من أسوأ المقاربات، وإنما هي من قد تكون بحسب نظري من أجود فيها. إلا أن هذه المقاربة لها آليات يجب أن تصاحبها. هذه هي المشكلة. تصاحبها. هذه الآليات إذا لم توفر. فأنا مثلا أدرس 90 تلميذا في قسم أو 100، فهذا لا يمكن أن. في حين القانون يقول ب45 أو أقل من ذلك. أيضا كحد أقصى. كل تلميذ يجب أن يكون عنده كتاب التلميذي، وأنا عندي دليل. وعندما تجد تلاميذ، تجد واحدا منهم لديه الكتاب، يعني والكتاب الكتاب المدرسي غير متوفر بتلك الدرجة، مع أنه وطية سياسة لبيع الكتاب، وهذه السياسة لم تنجح على ما لم يبدو تنجح. طيب، في حديث عن المناهج وفي حديث عن المقاربة التي لا يفهمها خصوصا المعلمين القدماء، حتى المفتشين المعلمين القدماء وخاصة مديري المدارس منهم ربما المقاربة لا يفهمونها جيدا، رغم ذلك التكوين السريع، إلا أن المتخرجين حديثة أدرى بها لأنهم أصلا تكونوا على أساسها. ولا أهم شيء أكبر من لا، هذه هي المشكلة. أنت عدت الآن إلى المشكلة. إذن مشكلتكم ليست في الدولة ولا المناهج، مشكلتكم في أنكم أنتم فيما بينكم غير متفقين وغير واثقين في بعضكم، وتتهمون بعضكم جزافا. لا بالنسبة لهذه الكلمة لا تعني أني أتهم هذا ما قلته، يعني أنا أفهم كلامك. إن الذين يكونونهم وهم المكونين فيها، والقدامى قدامى هو من كونهم، كلهم الجميع لا يتقن. طيب، على أي حال إلا من رحم ربي، واحد في الألف. هي ليست بالصعوبة التي لا تفهم، يعني المقاربة أعرفها جيدا. المهم الآن أصبح لديكم هذا الكيان، وانقسم المعلمون مجددا، وصارت لديهم نقابة جديدة اسمها تجمع مديري مدارس التعليم العمومي. يعني أبشروا أيها المعلمون، والبقية تأتي. يعطيك العافية. إذن في كلمة أخيرة في نصف دقيقة. كلمة أخيرة، شاكر قناة المرابطون مرة أخرى، ونقول على أن هذا الحراك ما هدف عنده هو تفريق معلمين ولا تفريق شيء وشنو من يتعلق بالتعليم، أقولها بحسن، ولكن هم ما لنا أطم من الصحافة اللي ذوكم كلهم صحابة هك وذوك مواقع يوسن المواقع كرم صلى على النبي، والإذاعات وحتى القنوات، حتى زاد مولي هذا كامل لا كيفت التعليم. نحن زاد نحن لا كل اثنين منا يمشوا، والهدف عندنا كاملين نجيبوا شيء لخيمتنا اللي هي خيمة التعليم الأساسي، نجيبوا له شيء وندوره. وشكرا لكم. إذن شكرا لك. يعني لم أكن أريد لكم أن تكونوا مثل الصحافة ومثل غيرهم، فنحن نتاجكم، ولم نكن نريد أن تكونوا هكذا، يعني أن تكونوا مثل إنتاجكم، يعني أنتم أفضل. شكرا لكم. على أي حال، تحية كبيرة للمعلم أيا كان، وأقصد المعلم. يعطيك العافية سيدي. شكرا. إذن سالم اللسيساح، الأمين العام لتجمع مديري مدارس التعليم العمومي، شكرا جزيلا لك. شكرا لسعادة صدرك، كنت طيبا. شكرا جزاكم. مشاهدي قناة مرابطون أينما كنتم، هذا نختم هذه الحلقة من برنامج المشهد، لأن نلتقي مجددا. السلام عليكم.
تكرر.